أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء. غربة الدين بين الناس أجمعين، هذا هو عنوان اللقاء، وسوف يكون